السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اخوتي اخواتاتي، مرحبا بكم في نهار جديد وفيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، والطيور ديالكم في صحة جيدة. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي يكون مختلف على الفيديوهات اللي انا تنقدمهم من قبل. في هذا الفيديو هذا غادي نحاول انني نشارك معكم بعض المقاطع مع الحيوانات اللي مضحكة، وتنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. يعني هذا الفيديو ما غاديش نهضر عليه على شي حاجة، شي موضوع خاص، خصوصا الفيديو الجاي غيكون تاني شي حاجة زوينة، حيت غادي تكون واحد الجيفوي، يعني مسابقة يقدر انها تكون في انستغرام ويقدر انها تكون في يوتيوب. المهم باش ما كان الاخوان، الفيديو الجاي هو اللي غادي يحسم لينا الامور من بعد ما نقرر واش نديرها في يوتيوب ولا في انستغرام. غادي نقولها لكم في الفيديو الجاي. غادي نخلي لكم الانستغرام ديالي هنا، ونخلي لكم باج فيسبوك ديالي هنا، وانستغرام هذا ندير يوميا، تنديروا ستوريات، يعني يوميا ستوريات مع الطيور، وربما ستوريات زوينين في المستوى. يلا معنا نشوفوا هذه الفيديوهات اللي وجدت لكم، نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. تحياتي، بومبي لايك. هنا غادي تشوفوا معنا الطفل هذا، يعني الجرأة ديالو. هذا الفيديو صراحة عجبني، ثقة في النفس ومشى عند الكلب، ولكن في الاخر هرب. يا انت فيديو هنا، الفيديو هنا ما عجبني صراحة، يعني الحيوانات بعض المرات تيتعاون تيديرو شي لقطات زوينين، ولكن بعض المرات تيديرو شي لقطات خايبين، يعني بحال هاد الكلاب هادو. صراحة نبقى في هذاك الكلب البيض هذا، هو خان الغاب من الطبيعة القوية أكل الضعف، هادشي هو اللي كان في خان الطبيعة. ودينا تنشوفو في المجتمع زعما انا هاد اللقطة ديال هاد المشهد صراحة عجبني، و الطريقة باش الطويرات الاخرين جاو دافعوا على خوهم عجبني صراحة. هاد الفيديو هذا غادي يعني اثر فيا بزاف، يعني كيفاش هما ما تخلاوش عليه، وبعض الناس تيتخلاو عليك في ابسط، يعني تجي واحد الحاجة ضرورية ولا في امس الحاجة ديال شي انسان، وتيجي لواحد الدرجة اللي انت محتاجو وتجي تخلى عليك. والطويرات هنايا ما تخلوش على صاحبهم ولا خوهم، هادشي اللي كاين الاخوان. انا هاد الببغاء ديال الفيشر تقريبا، ولا الفيشر قرع ما فيه حتى رجال، السلاطن ديالو كلشي راه بقات فيه واحد الزغيبة هنايا، هو عاد شوية فقد زبدو. هادشي اللي كاين الاخوان، وهاد المرض راه تيتصاب به الطيور. يقدر انني الا بغيتو نديرو عليه فيديو، ما عنديش انا المشكل، يعني على حسب الطلب ديالكم. هادشي اللي كاين الاخوان في هاد الفيديو هذا، نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم.